كما معلومه راجعه بالطويل اللي مساعد وزير الخارجيه للشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيل تونس تقريبا نهار جمعه 3 جوان تقريبا كان من ذكر التاريخ عنده علاقه بالجين هنا بالبرنامج تاعك البرنامج هذا يراه في تنسيق بين الدوله الامريكيه والدوله التونسيه ايوه ووزاره التربيه في بالها بالموضوع ما هوش برنامج اي في بالي واضح برنامج رسمي فيه تعاون بغرض تحت شرف الدوله التونسيه تدعيم اللغه الانجليزيه عند الشباب التونسي ايوه واللي لا يمكن ان يكون الا مفيدا ايوه لان نحب ولا نكره لغه العلم ولغه التكنولوجيا أيوة. الاصل هي الانجليزيه في العالم اكيد اكيد ليست أكيد. اللغات الاخرى كلها اكيد اكيد ما زالت لاحقه أكيد. أكيد. واللي اقرب لغه للامريكيه عندها فارق ترجمه خمس سنوات ايوه في ميدان العلم والتكنولوجيا سي بشير قلت هذا التلامذه هذول متفوقين ممكن يلتحقوا بالولايات المتحده الامريكيه اتمام دراستهم غدا هذوما التلامذه هذوما كيكملوا سنتين نعطوهم شهاده ايوه شهاده في التكوين ايوه انهم طلقوا التكوين تاع الاكسس بروجرام هذا ايوه لا بكل لم كل ياخذ شهاده في لانهم كم ذا يقروا ملتزمين ومنضبطين لانهم ما ياخذوش اللي يجي ايوه يقول لك الشرط الاساسي في التلميذ بيكون متفوق في دراسته ايوه ما ناخذوش اللي يجي لازم يكون متفوق في دراسته ايوه بالاساس أيوة. لان باش نضمنوا له حظوظ نجاح اكثر في المستقبل ايوه هذا هو بالاساس سي بشير بس تفسر اهتمام الدوله الامريكيه بالشباب متفوق في دراسته في مش كطويل وانت قلت لي موجوده حتى في المغرب الحكايه هذه هي بدات في المغرب وموجوده في تونس في اكثر من مكان تقريبا موجوده في تونس أيوة. في سوسه أيوة. في صفاقس في جربه عندنا احنا هنا في قابس اظن باش يبدا ولا بدا في عده اماكن اي باش فسر انت لمحت لي ربما انه اطارات المستقبل ورجال الدوله في المستقبل هذوما اسمع اكيد ان البرنامج هذايا عنده أهداف القريبة والبعيدة أن تأخذ النخبة في العالم وتكونها يعني هذا أنك ضمنت درجة معينة أو مستوى معين من البشر اللي يمكن يتعاون معهم في المستقبل لأنك علمت اللغة ممكن تتعاون معها والرسول صلى الله عليه وسلم قال من حقق لغة قوم أمن شرهم ونحن مدعوين إلى تعلم اللغات أكيد احنا ان شاء الله العام الجاي في المعهد باش نعلم حتى الصينيه لغه اخرى ان شاء الله في المعهد هذا بيحولها العام الجاي باش نعلم كل اللغات باش نولي نخصص في اللغات ما شاء الله معهد معروف معهد الفوز الخاص بشرى معهد الفوز الخاص الناس الكل تعرف بشرى نسوقها لهذه الناس الكل الصينيه العام الجاي طويل الناس اللي باش يتعلموا اللغات الكل بحول الله باش نحولوا العام الجاي المعهد هذا ممكن الناس باش نحولوا الى معهد لغات متخصص في اللغات بحول الله ما شاء الله بحول الله وتوفر مخابر لغات وربما طبعا لابد ان نوصف غير ذلك شيء فشل من اول باش يكون عندنا شوي صعوبات اكيد لكن الاساس هو العزيمه اللي عندنا العزيمه الاراده بالعزيمه نجم نعمل كل شيء ومانيش باش ناخذ اللي يجي حتى في اللغات ناخذ كلمه متميزين ايوه وانا املي ان يصبح التعليم الخاص تعليم متميز ان شاء الله سي هذا املنا كلنا اذا اردنا ان ننجح في التعليم الخاص املنا كلنا سي بشير سؤال في ختام هذا اللقاء ان شاء الله بحول الله يكون لقاء اخر بحول الله في عند تكريم من هؤلاء الناجحين ان شاء الله بحول الله سؤال ان شاء الله ما نكونش محرج لا ما عنديش حرج حتى حاجه اسئله هل تتصور ان ما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه اليوم بهذا السخاء معناها ليس له مقابل اسمعني توا نتكلمك بلغه الفلاح يا اخي انا ما تقول بقرة لا الله نزرع ترى ملي ما حشيش بالصابع يزمني نحن لا نزرع يزمني نحصد ايوه تما حد يزرع وما يحصدش هو اكيد كاش اللي كانوا بهلول سمعت اكيد اكيد لا اكيد واضح واضح اكيد اكيد من وراءه انا نعرف الان احنا نعرف الان معناها هجره الادمغه نحو الغرب وخاصه نحو امريكا امريكا بما تسيطر بالعلم وبالتكنولوجيا وبالادمغه يعني الناس وجدوا فضاء وجدوا الامكانيات وتوفرت لهم اسباب باش يبدعوا في الميدان العلميه والتكنولوجيه وهي سبل وهو سبيل من سبل معناها الرفع لان مش ممكن الحضاره والحضاره الامريكيه تعرف عنها ما هيش منسوب على جنس معين انا سي خليط من كل الاجناس واضح سي بشير نعطيك معلومه انا شرحت خبر مده تقييم جمعه تو ايوه انا مسكت وزيرة قلت لك هذه مساعد وزيرة الخارجية الامريكية انا كتبت تطوير وعملت لقاء في المسنين ايوه وذكرت ان الولايات المتحدة الامريكية اللي ضافها ان شرح عندها جمعية الاكسس هذه اللي تعمل باللغة الانجليزية برنامج الاكسس جاني تعليق سواء كان مكتوبة أو بالبورتابل أو حتى بالمباشرة اللي هذا عمل يندرج هيك تصوروا هما في التبشير مخابراتي تبشيري لا ثم هذا اسمعني
أما أما مخابراتي فأنا أجزم بما أعرفه على الأقل في مؤسستي ولا يمكن أن يكون كذلك، ولو أحسست أنه كذلك ما فعلته وما تحمست له وما تحمست له وقد تكون له أبعاد في المستقبل. لابد من تكوين صحيح لأي إنسان تحب. ما يجيش واحد لقى في البحر وتقول له ما يعرفش العوم وتقول له عوم، ما يجيش يمشي عوم. إذن احنا نتعلم هذه اللغة باش نتعلم نعوم في بحور أخرى إن شاء الله، إن شاء الله. وتكون وسيلة ما هيش سالبة، أنا أتمنى أن تكون وسيلة إيجابية، وسأعمل شخصيا على أن تكون وسيلة إيجابية لشباب هذه المنطقة. مشكور جدا سي بشير، ان شاء الله في لقاء اخر. انا سعيد، شكرا، انا سعيد جدا، وتحياتي لكل رواد الموقع. الله يبارك فيك، شكرا. واحنا موقعنا ان شاء الله في القريب باش يتحل ان شاء الله، هو www لسي الفوز ان شاء الله نكونوا بحول من الرواد الاول ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا.